السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة هبد كورة. خبر جديد عن عودة حمد الله لصفوف المنتخب المغربي. طبعا انا مبسوط ان في محاولات فعلا جدية من لقجع ان رجوع حمد الله تاني للمنتخب واحتواء الازمة نظرا لاحتياج الفريق المغربي والمنتخب المغربي ليه. فرحتي طبعا يعني مش علشان حمد الله نفسه، لا، فرحتي انه هيفيد فعلا المنتخب المغربي، وان حمد الله فعلا لعيب كبير، لعيب المنتخب المغربي في الوقت الحالي محتاج له. طبعا هنتكلم عن الاحداث اللي حصلت وهنتكلم عن المحاولات، بس قبل ما نخش على الحلقه يا ريت تنزل تدعمنا بسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس ولايك للحلقه وشير عشان الحلقه دي تلف المغرب كلها. يلا بينا نخش على الحلقه. طبعا كنت سمعت في اليومين اللي فاتوا كلام كتير حوالين ان في محاولات رجوع حمد الله تاني للمنتخب، وكان كذا حد كلمني من المغرب على الفيس وبعت لي رسائل عشان خاطر نعمل حملة لدعم حمد الله لرجوع المنتخب. فانا قلت مش هعمل حلقات عن حمد الله وانه ازاي والمشاكل والمستندات، قلت هبعد عن الموضوع ده بسبب ان المغرب خلاص داخل على بطولة افريقيا وخلاص مفيش وقت وخلاص هيسافروا مصر قريب جدا، فانا مش عايز اشوش على الناس واشوش على المشجعين، ومش عايز المشجعين ده عايز حمد الله وده مش عايز حمد الله، فمصلحة المغرب طبعا فوق مصلحة الشخصية ان هجيب مشاهدات والكلام ده كله، لان كان في حاجات قدامي اعملها بس انا مش هعملها احتراما لمنتخب المغرب وللشعب المغربي والناس المغاربة اللي بتتابعني كلها، مش هخش في الجدال ده. ومبارح طلعت وقلت يا جماعة خلاص انسى قصة حمد الله وركز مع المنتخب وادعم افراد المنتخب اللي موجودة. بس النهاردة قريت خبر على موقع كورة طبعا بيقول بعد الهجوم العنيف على فيصل فجر امبارح في ماتش زامبيا وصفرات الاستهجان، في محاولات من لقجع برجوع حمد الله تاني للمنتخب المغربي لاحتياج المنتخب المغربي ليه. وفعلا دي خطوة كويسة، مش عيب انك تلملم اوراقك، مش عيب كاتحاد مغربي انك تراجع انت محتاج اللعيب ده، تشوف المشكلة اللي حصلت وتحاول تحتويها. كلهم ابناء المغرب، كلهم خايفين على المغرب وعايزين مصلحة المغرب، ففعلا دي خطوة ايجابية، دي مفرحاني مش عشان خاطر حمد الله، انا معرفش حمد الله شخصيا ويعني ما يعني ما عرفوش عشان هدافع عنه المدافع دي كلها، بس انا شايف ان حمد الله هيفيد المنتخب المغربي، هيفيد اكتر هجوم منتخب المغرب. ففعلا في محاولات للصلح ما بين حمد الله وفيصل فجر ورينارد من لقجع، وبنتمنى ان الموضوع ده يكون حقيقي، وبكتير بكرة يكون حمد الله او النهاردة بالليل يقولولنا ان حمد الله رجع المنتخب تاني وحيسافر مع المنتخب مصر. حمد الله زي ما قلنا في الفترة اللي فاتت كان بينزل صور انه بيتمرن عادي، ما هوش مصاب زي ما منتخب المغرب اعلن انه مصاب، لا الموضوع مش موضوع اصابة، وهو نزل الفيديو ده اكيد بيوجه رسالة يا جماعة انا ما مشيتش من منتخب المغرب عشان خاطر انا بكره منتخب المغرب، لا انا عايز العب وانا جاهز بدنيا. وفعلا في ناس كتيرة من المغرب بيطالبوا برجوع حمد الله، ومع الضغط من الشعب المغربي وجماهير المغرب فوزي لقجع طبعا تدخل، وفي تدخلات دلوقتي وانه عايز يرجعه تاني منتخب المغرب. زي ما قلنا كل الاطراف بقى هتستفاد، زي ما عملت فيديو امبارح مين الخاسر من عدم وجود حمد الله، المنتخب ولا الجماهير ولا حمد الله نفسه، كانت اراء متباينه. لا دلوقتي كلنا وراء المغرب، شجع فرقتك، شجع منتخبك، ايا كان بقى هيرجع حمد الله مش هيرجع حمد الله، لازم كل يقف ويتكاتف وراء المغرب. والله فرقه المغرب فرقه قويه وعندها فريق محترم وسكواد محترم جدا جدا انه ياخد بطوله افريقيا. خلي عندك ثقه في فرقتك اكبر من كده. اذا كان احنا المصريين شايفين ان المغرب مرشح قوي جدا لنيل اللقب، فلازم تقف ورا فرقتك. نيجي بقى لنقطة حمد الله تاني، نتمنى بكرة او النهاردة بالليل بالكتير
رجوع حمد الله. لازم كلنا ندعم حمد الله في الكومنتات، قولوا لنا رايكم لو الخطوه دي تمت، ولو فعلا قدر فوزي الاقجع انه يرجع تاني حمد الله للمنتخب، وفعلا لو زي ما بيقولوا في شفت فيديو على اليوتيوب من شويه انه جايبين رساله ما بين فيصل فجر وحمد الله انه كان بيكلمه وبيعتذر له فيها. انا ما اعرفش ان الرساله دي حقيقيه ولا لا، اتمنى انها تكون حقيقيه. مش غلط انت لما تغلط تعتذر، وتعتذر من صاحبك اللي انت غلطت في حقه، حاجه مش عيب طبعا، دي حاجه بتزود قيمتك وبتخليك انسان محترم. لو فعلا فيصل فجر بعت له رساله واعتذر له، وكانوا جايبين رد حمد الله عليه انه تقبل اعتذاره، نتمنى الرساله دي تكون حقيقيه، ما تكونش حد مفبركها. فنتمنى فعلا ان فيصل فجر بعد الهجوم اللي اتشن عليه امبارح طلع اعتذر للجماهير المغربيه، وبعت رساله لحمد الله بيعتذر له فيها. نتمنى الرساله دي تكون حقيقيه فعلا من فيصل فجر وما بين حمد الله، ورينار يرجع تاني حمد الله لصفوف المنتخب، وفوزي لقجع لو الخطوه دي فعلا تبقى خطوه محترمه جدا جدا، ونتمنى الوئام وان يبقى فيه روح الجماعه ما بين منتخب المغرب، ويغلبوا مصلحه المغرب الاول. كلمه بقى عن الناس اللي شايفه ان المغرب الوديات، وانا واحد منهم، لا بقول لهم يا جماعه الوديات غير الرسميات، لازم نقف ورا المغرب، لازم تقف ورا فريقك لاخر نفس. انا واثق ان المغرب هتروح بعيد في الكان ده، وافتكروا كلامي، المغرب مش بعيد تاخد البطوله. نتمنى النهائي يكون عربي زي ما قلت قبل كده. كلمه لحكيم زياش. حكيم زياش انا اتفرجت عليه في ماتش امبارح، انا ما اتكلمتش عنه في الفيديو بتاع امبارح. لا، حكيم زياش لعيب عالمي، قدر انه يحرز هدفين، لعيب عنده شخصيه زيه زي محمد صلاح في مصر، بينزل محمد صلاح بيغير نتيجه المباراه. فعلا حكيم زياش بيغير نتيجه المباراه، حكيم زياش هيبقى ليه دور كبير في ظهور المغرب في الكان في مصر. حكيم زياش لعيب عالمي، اتمنى انه يروح ليفربول مع محمد صلاح في الانتقالات الصيفية السنة دي، ويبقى احد نجوم ليفربول ويصنع المجد مع ليفربول. لعيب محترم، لعيب ما بيتكلمش كتير في الاعلام، لعيب هادي، لعيب في الملعب ملتزم جدا جدا حكيم زياش. زي ما قلت لو رجع حمد الله مع حكيم زياش، مع نور الدين مرابط، مع طبعا بقيت الفريق، طبعا نتمنى ان المغرب يعود الاستقرار ليه في اقرب وقت. ورجوع حمد الله، رجع حمد الله ما رجعش حمد الله، لازم تقف ورا منتخب بلدك، لازم تقف ورا منتخب المغرب، مصلحة المغرب اولا. لرينارد بقى الناس مش مقتنعة بيه في الكومنتات كتير، وانا من واحد من الناس كنت هاجمته ان طريقة اللعب، لا ممكن يكون بيجرب طريقة لعب في الوديات عادي خالص، ممكن يكون بيجرب طريقة اللعب دي في الوديات، هينضغط هجمة مرتدة لو اتأخر بجون، ممكن ده كله يكون تكتك هو بيحضر له رينارد. بس كله بقى بيقول رينارد لا يمشي ما يمشيش، عايزينه يستمر ما يستمرش، كل ده بعد الكان في مصر. مش هنقدر نحكم على الراجل من ماتشات ودية، والراجل طلع قال كده ما تحاسبونيش على الماتشات الودية، حاسبوني على الرسميات. فعلا كده انا بطالب كل المشجعين المغرب، استنوا الراجل، نشوف الراجل هيعمل ايه في المباريات الرسمية. الراجل اخذ البطولة، مش هنقدر نتكلم، والله ما هنقدر نتكلم، خد البطولة مبروك يا عم رينار، واللي انت شايفه وانت مدرب، وانت هنرفع لك القبعة، وانت احنا غلطانين، واحنا اسفين، احنا اسفين يا رينار، احنا اسفين يا صلاح، يعني كده هنقول لك اسفين. لكن لو قدمت مستوى باهت محدش هيرحمك، السكينة حطولك، محدش هيرحمك، محدش هيدافع عنك، محدش هيقول نعم لاستمرارك، كله هيقول مشوه مش عايزينه، وانا واحد من الناس هقول لا مشيه. انا كنت شايف ان رينار في فترة من الفترات عمل مع زامبيا وخد معاهم بطولة كاس افريقيا، وكان ده انجاز في حد ذاته. بس انا مش عارف فعلا، وفي نقطة تانية اخيرة هتكلم عنها، ناس كتير وصوات اعظم كتير من المشجعين اللي دخلوا عندي على اليوتيوب من عشاق المغرب ومشجعين المغرب وعندي على قناتي على اليوتيوب بيتكلموا في نقطة، ليه انت ما بتبصش على اللعيبة المحلية؟ يعني عندك الوداد وصل نهائي افريقيا، عندك نهضة بركان كان وصل في افريقيا، وعندك فرق وصلت في افريقيا، ليه ما بتعتمدش على لعيبة من اللعيبة دي؟ اللعيبة دي زي ما بيقولوا كده
اهل مكة ادرى بشعابها. يعني اللعيبة دي المحلية هم عارفين الجو افريقيا عامل ازاي وبيلعبوا بالنهار وفي الحر وبيروحوا في افريقيا وبيروحوا مصر وبيروحوا المغرب وبيلعبوا في المغرب في ارضهم وبيلعبوا في سنغال وبيلعبوا في كوت ديفوار وبيلعبوا في انجولا وفي زامبيا. يعني كل دول عارفين الاجواء الصعبة. انت ليه ما تعتمدش على ناس من الناس دي؟ الناس دي وصلت نهائي قاري، يعني مش اي لعيبة، لعيبة برضو تعتمد عليهم. ليه انت بتبص للعيبة المحترفة بس؟ مش شرط مصر في 3 دورات ورا بعض خدت بطولة افريقيا 3 مرات ورا بعض بالمحليين. بالمحليين مش احنا ما كانش عندنا اسام محترفين كتير، كان عندنا 3-4 بالكتير كانوا محترفين. فالمحترفين مش مقياس. نتمنى زي ما قلت في الاول وفي الاخر يخيب ظننا مع النار وياخد البطولة، او لو وصل نهائي قبل نهائي هنعذره، بس لو خد البطولة تبقى الانجاز. كل المغاربة نفسهم ياخدوا البطولة، انا كمصري نفسي مصر تاخد البطولة. لو مصر والمغرب في نهائي طبعا انا هشجع مصر والمغرب هشجعوا المغرب، بس لو مصر فازت هطلع اقول مبروك لمصر بما اني مصري وفرحان. طبعا لو المغرب فاز هطلع اقول للمغرب 1,000,000,000 مبروك البطولة. لو مصر ما صعدتش هيبقى المنتخب بتاعي الاول المغرب جزائر تونس، التلاتة دول اي واحد فيهم ياخد البطولة هبقى فرحان جدا زي ما مصر خدت البطولة. كده بنكون وصلنا نهاية الحلقة. يا ريت تنزل تدعمنا بسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس ولايك للحلقة، وكلنا وراء المنتخب المغربي بما ان خلاص بقى انتوا بتعتبروني واحد زي منكم وواحد من اهل المغرب وبلدي الاولاني مش التاني مع مصر. اتمنى المغرب يروح بعيد للبطولة. مصر والمغرب اي حد فيهم ياخد البطولة هبقى انا سعيد جدا جدا، ولو الجزائر ولو تونس هبقى سعيد برضو انها ما طلعتش من دولة عربية. حمد الله جه حمد الله ما جاش، هنقف ورا منتخب المغرب. سلام.